السحوبات هذه لها حكاية، لها قصة، وللقصة قصة الأخرى زي ما بيقولوا. السحوبات كانت لفت انتباهي فوز شخص لبرا واحد، يعني لنفس الشخص 18 مرة في 11 شهر، شخص واحد وبمبالغ 100,000 50,000 5,000 10,000. فعملت رسالة عشان بس اختصر، عملت رسالة إلى وزير التجارة اللي هو خالد رضان، واستجاب من مشكورا وشكل لجنة تحقيق وتم التحقيق فيها، ويعني ثم أعطيت توصيات حق البنوك ملزمين بتطبيقها من 1/1 اللي فات، لم يتم تطبيق أي شيء، البنوك امتنعت عن تطبيقها. ليش يبقى؟ لا يوجد من يجبرهم.